خدكم معايا النهاردة الماتش. جهزنا ووصلنا في كابن كده لذيذة وغريبة، كان فيه سناكس وسناكس اكتر، وكمان جيف اواي حاجة لذيذة جدا، حطينا لنا تي شيرت وكاب وعلم مصر وزمارة. بعد كده مامي قررت ان هي تاكل عشان كانت جعانة شوية كتير. بعد كده دي الكابن فيو على الماتش على طول. ابتدينا ان احنا نشجع، كان في حالة من التحمس لذيذة جدا. انا بعلم مصر والفايب بجد كانت حلوة، كان بقالنا كتير قوي ما حسناش بفايب زي دي. دول مامي بوبي وطبعا شاي بلبن معايا. هنا الاستاذ محمد صلاح كان بيسخن، من احلى لحظات حياتي. الموجة تبتدي 1 2 هوبا لحد لما وصلت عندنا. النشيد الوطني اشتغل ويلا بقى يا جماعة نخش في الجد وحرق الاعصاب. هنا كان الجون، كنتش مصدقة ان الجون جه كده في اول الماتش، كانت حاجة حلوة جدا. بعد كده عشان ما جبناش جوان تاني خلاص، بس روح الحماس كانت حلوة والماتش كان لذيذ. وهنا مامي كانت في قمة سعادتها لما احنا جبنا الجون وبتشجع من كل قلبها. شكرا يا ماما. وكده الماتش كان خلص. لو عايزين تشوفوا حاجات